الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. إطلالة جديدة وسهرة متجددة ضمن برنامج سمر. في هذه السهرة المديح النبوي، كيف بدأ وأبرز محطاته وإلى كذلك آخر المحطات، كيف هو بعيون أهله، هذا كله سيكون معنا في سهرة سمر. جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه السهرة الجميلة والرائعة التي نعدكم بها من سمر حول المديح النبوي وأبرز المحطات التي خاضها إلى أن وصل إلى الفيديو كليب، وكذلك التطورات التي دخلت على هذا النوع من الفن والتي لاقت استحسان الكثيرين، وفي المقابل تعرض هذا الشكل الجديد بالآلات الموسيقية إلى كثير من الانتقادات. هذا الفن الرائع بعيون أهله سنراها من خلال الفنان الرائع السوري زكي العسلي. أهلا وسهلا فيك في هذه السهرة. شكرا لاستضافتكم وشكرا لبرنامجك سمر. أهلا فيك. خلينا بداية نتعرف عليك بشكل أكثر، أنت غني عن التعريف، الله يبارك، كل يعرفك، لكن حابين كمدخل نعرف المشاهدين بشكل أكبر أوسع من خلالك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أنا زكي محمد عارف العسلي، واحد ضمن باقة من 9 أولاد للشيخ محمد عارف العسلي، وهو الملقب بالمنشاوي الدمشقي، وقد شرفنا الله سبحانه وتعالى بالدرج في عش إيماني قرآني. تعلمنا من والدنا القرآن، تعلمنا من والدنا حب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وتعلمنا منه الأصالة والأخلاق، والحمد لله رب العالمين. والإنشاد أخلاق، الإنشاد دين، الإنشاد رسالة، من أخذها كوظيفة ومن أخذها كمهنة لا يفلح ولن ينجح، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نؤدي الإنشاد كرسالة. وكانوا يقولون قديما الإنشاد هو إرشاد ملحن. جميل. لذلك في هذه البيئة عشنا ودرجنا والحمد لله رب العالمين إلى أن وصلنا. يعني العائلة كلها ما شاء الله عائلة فنية. فضل الله سبحانه وتعالى. بدءاً من منشاوي سوريا. مين آخر شخص؟ آخر العنقود هبة الله، كذلك يا منشدة ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله لك بإخوتك وأبنائك. الله يبارك لكم فيه إن شاء الله. الآن أنتم كلكم تنشدوا وكلكم في موضوع المديح. نحن جميعنا بطانة السيد الوالد، ثم بعد ذلك لما كثر الطلب على آل العسلي، وآل العسلي يعني بصمة في دمشق والحمد لله رب العالمين، تحدثا بنعم الله لا تفاخرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، يعني لا أقول هذا فخرا ولكن تقريرا للحقيقة. نحن يعني كانوا يتندر أهل دمشق ويقولون كل مولود يولد باكيا
إلا آل العسل ينزلون ويقولون ينور النبي. يا عيني يا عيني. صلى الله عليه وسلم. كمان نحن عندنا فرقة موسيقية رائعة. نعم. بتصطحبنا في كل حلقة وفي كل سهرة من سهرات سمر، ومن ضمن الأشخاص الموجودين في، أنت بتعرفهم كلهم لكن في أكيد واحد أقرب إلك من الجميع. تفرش فيهم كمان. والله كل الموجودين أشقائي، ولكن شقيقي بالنسب وحبيبي وشريكي أول من أسست معه فرقة خاصة أخي عمار أبو أيمن عمار العسلي، وجهه له تحية وأشكره على هذه الأنامل السحرية. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا فيكم. عمار، أنت بتشارك عادة زكي في الحفلات ولا طبعاً هذه أول مرة؟ لا، شو، دائما احنا مع الوالد اسسنا، وبعدين اسست انا واخي الشيخ زكي فرقه عباد الرحمن كان اسمها بالشام. جميل. هذا الكلام من يمكن 95 يمكن. اي نعم. جميل. عمره فلت معك هيك لقاء ضيع ولا هو عمار؟ عمار معروف يعني بطبعه الحاد والتزامه دائما، هذا شيء بيسري العمل الحمد لله رب العالمين، ويضيف اليه ألقا على ألق. بارك جميل. الله. عمار كيف صوته؟ صوته رائع جداً. هو عمار يعني تواضعاً اليوم ماسك الرأي، لكن هو سولو وكورال وهارموني وكل شيء، يعني فرقة كاملة. عمار، نحن بالعادة بنسمع من ضيفنا بدايةً أي شيء، لكن اليوم خليني أنا اتنازل لأخوك. يا ريت، هذا شيء كان أصغر منك، لأنه بما أنه صوتك حلو فإحنا هو أكبر مني صوته. لكني ولدت قبله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. هذه زيادة في الحب يا عمار. الله يبارك فيك. عمار، خلينا نسمع صوتك، مدام صوتك حلو خلينا نسمع صوتك بشيء سريع. ها يلا، مكانك ممكن. الله الله، الأشجان سيان
ما شاء الله عليك يا عمار، ما شاء الله. هذه الموهبة ليش مخبية ورا اللقاء هيك؟ الله يبارك في المرات الجاية إن شاء الله بنشوفك على المسرح. إن شاء الله لازم تعملوا له حلقة خاصة. والله جاهزين، يعني جاهزين. احنا ما كنا بنعرف إنه صوته حلو لهالدرجة. شكرا لك يا عمار، شكرا لك على أدائك الرائع. شكرا لك. هلا نخلي زكي يرد عليك بس على المسرح. خلي المسرح يولع. بارك فيك أنا للشيخ زكي. حاضر. شو تحب تسمعنا يا زكي؟ حاضر، رح أسمعكم من مقام العجم في سليمة. إني مستجير
عين العيون محمد باب الإله الأوحد عين العيون محمد باب الإله الأوحد صلوا علي ورددوا صلوا علي ورددوا تجد الهناء وتسعدوا باب الرجاء للنجاة لا خاب من فيه التجاة باب الرجاء للنجاة ما خاب من فيه التجاة فابسط له كف الرجاء فابسط له كف الرجاء فابسط له كف الرجاء فابسط له كف الرجاء فهو الحبيب محمد فهو الحبيب محمد عين العيون محمد باب الإله الأوحد عين العيون محمد باب الإله الأوحد صلوا علي ورددوا صلوا علي ورددوا تجد الهناء وتسعدوا من يهوى طه المصطفى من كل هم يكتفى من يهوى طه المصطفى من كل هم يكتفى من يهوى طه المصطفى من يهوى طه من يهوى طه من يهوى طه المصطفى من كل هم يكتفى من يهوى طه المصطفى من كل هم يكتفى ومديحه فيه الشفاء ومديحه فيه الشفاء وحديثه فيه الشفاء وحديثه فيه الشفاء ومقامه لا يجحد ومقامه لا يجحد هذا التراث تقريبا لو تكلمنا على عمره لوين بيمتد؟ هذا عمر الموشح حوالي 70 سنة. 70 سنة. اي نعم. جميل. انت ومن التراث الحلبي، ووجه تحية لأخي حازم وأخي عبد الغني وأخي الحبيب على الناي. حلب معروفة بعراقتها، ويعني أساطين النغم خرجت من حلب. انت لا وقت اللي رحت على المسرح حكيت على العجم، بس أنا سمعت عجم، سمعت حجاز، يعني أكثر من مقام كان موجود داخل اللي استخدمناه الآن عجم وصبا، لأنه بيلبقوا لبعضهم وماشين سبحان الله كالروحي في الجسد، ميكس حلو يعني. أي والله. أنت هذه كمان أديتها أكثر من مرة في غير مكان، وسمعناها منك في غير مكان، لكن كان في شيء مميز اليوم، شو هو؟ مميز حضورك وحضورك الله يبارك فيك، هو المميز. بس كنت بدي أسأل على موضوع الموسيقى، أول مرة تغنيها بموسيقى، أنا هذا الشيء الجديد اللي كنت بدي أصل له. نحن ربينا على يد والدنا على ذلك، لكن وضع البرنامج وأتيت يعني ملبيا هذه الدعوة الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا. مع اعتقادي أنا شخصيا اليوم في الإسلام في رأيين محترمين جدا، رأي يقول بتحريم الموسيقى جملة واحدة حتى الدفوف، ورأي يقول لا، الموسيقى خيرة مع الخير وشريرة مع الشر. يعني مثلا إذا استخدمت الموسيقى مع القينات والرقص الماجن والخمرة، هذا الذي حرمه الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعت أحاديثه جملة دائما يعرض للموسيقى مع القينات، يعني الراقصات العاريات، ومع وجود الخمر. فإن خلى هذا القالب من هذه المحرمات وكان القالب إسلاميا كما نحن الآن، لا أرى في حرجا. وفي هذا رسائل كثيرة مؤلفة على اختلاف يعني المذاهب والأشربة. الإمام أبو حامد الغزالي قال في الموسيقى، والإمام عبد الغني النابلسي قال في الموسيقى، ومن المعاصرين يعني الكثير، وابن حزم الأندلسي من زمن طويل،
والدكتور القرضاوي الآن يعني هو مع الموسيقى في الخير، لا نعم. نقول الموسيقى مع الكلام الماجي، نعم. لأن الشعر أيها السادة حلاله حلال وحرامه حرام، هو كان والموسيقى قالب حيادي. قبل تقريبا 15 سنة وأقل قليل كان الشيخ القرضاوي أصدر فتوى متعلقة بالموسيقى، نعم. القالب اللي بيكون فيه المتعلقة بالكلام، نعم. متعلقة كمان بما يظهر بداخل الفيديوهات، كانت الفيديوهات كليبات كانت جديدة أيضا، نعم. فهكذا تحرم أو تحلل حسب تلك يعني الفتوى. أنا أميل إلى هذا الرأي، لأن الموسيقى عفوا اليوم لغة عالمية، والآن يوجد مصحات حول العالم للتشافي والتداوي بالموسيقى. جميل. عندهم جلسة بمقدار ساعتين يسمعون إلى العزف المنفرد، لكن نحن بفضل الله سبحانه وتعالى لا نحتاج إلى مشافي، لأن حفلاتنا هذه هي مشافي. وجودنا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقولها لله ثم التاريخ، وأخي عمار شاهد على هذا، يعني أدخل الحفل الآن أنا جئتكم مريضا، يعني جاء الثلوج خير وبركة، فتغير صوتي قليلا وضعف ولبيت الدعوة يعني مثقلا، لكن أقول ما دخلت مرة إلى حفل يمدح فيه رسول الله إلا خرجت معافى البدان والحمد لله. كل شيء بتغير في حضرة النبي. أينا. هذا المديح من أبرز الشعراء اللي بدأوا، لأنه هذا المديح وهذه الكلمات اللي في مديح النبي صلى الله عليه وسلم موجودة حتى من عصر النبي. نعم. أولا سيدنا محمد اسمه مؤلف من 4 حروف، لم يكن هذا الاسم موجودا قط قبل سيدنا محمد. وجده عبد المطلب سماه محمدا وقال سميته محمدا ليحمده أهل الأرض وأهل السماء. هذا الاسم المخصص لسيدنا محمد يعني بشرى للمسلمين، أنه الأكثر انتشارا في الكون الآن، وأكثر من يسمى في هذا الكون اليوم من المسلمين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وأثر يقول ما ضر أحدكم لو كان عنده في البيت محمد ومحمدان وثلاثة. هذا الاسم وحده بركة. فلذلك أول من مدح النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، أول ما رأته أمه مدحته، وكيف لا واسمه محمد أي كثير الحمد، وهو ممدوح صلى الله عليه وسلم بأخلاقه بصفاته، فخلقه معجز وخلقه معجز. جميل. عليه الصلاة والسلام. حسان بن ثابت كان من أشهر أيضا حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وعم العباس كمان أيضا كان قد مدحه، كعب بن زهير أيضا هو الآخر، نعم. كان قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مدح النبي كمان البردة هي من أكثر ما اشتهر فيما يتعلق بالمديح النبوي، وتطورت وانتقلت من جيل إلى جيل، كانت البصيري هي بالمناسبة، البصيري الإمام البصيري، نعم. شو رأيك نسمعها بصوتك، نسمع شيء منها على الأقل؟ لكن أنت ألجأتني يعني ولو بدقيقة واحدة وعلى عجالة. الإمام البصيري سمى هذه المنظومة العظيمة جدا والتي انتشرت في الآفاق لإخلاص قائلها، وكما قال أهل الله ما خرج من القلب يستقر في القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. فالإمام البصيري سمى هذه القصيدة العصماء في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدايتها أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، وآخرها أبياته قد أدت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. سماها البرأة وقالوا البردة. لما؟ لأن كعب بن زهير الشاعر الذي ذكرته شبب بنساء المسلمين. ما معنى شبب؟ أي تعرض لأعراض المسلمات ونالهن بشرفهن، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وما أكثر الذين تعرضون لأعراض المسلمين في هذا اليوم. وقال أهدر النبي دمه، ولكن جاء إليه ملثما كعب بن زهير ووقف أمامه صلى الله عليه وسلم وقال قصيدته العسماء التي تبدأ بانت سعاد في قلب اليوم متبول، ومتيوم الإسراء لم يفد مكبول، حتى وصل إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول، فقال رسول الله من سيوف الله مسلول، فأقرها، ثم خلع رداءه ولثامه فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أهدر دمه، لأنه رحمة العالمين. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، وخلع عليه بردته. لذلك الإمام البصيري لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كما جاء في اليقظة لكعب بن زهير، وألبس الإمام البصيري هذه البردة فسميت البردة. جميل. أينا. نسمح على الواقف ولا على القاعد؟ زي ما تحب، خليك مكانك. حاضر. بلاش نتعبك كمان مرة. على البيات بناخد
من تفكر جيران بذي سلام ماذا اجتاد مع جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إطامي يا لائمي في هوى والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضمار في حفظ الهوى فنامي لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمامي صلاح أمرك صلاح أمرك للأخلاق للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم محمد محمد سيد الكون محمد سيد الكون محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ضاءت بمولد الأكوان فانبعثت ورق الخمائل بالتسبيح والنغم المراضع بالإقلال واليتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فأصبحت في يسار بعد عسرتها والطوارئ
خدت لي ديني والدنيا عباقرة بالأمس كنور عتشاء والنعام المسلمين فيه فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. لاحظت ما شاء الله قوة الصوت والكنترول كمان اللي انت بتعمله بصوتك. هذا بيخدنا للسؤال بالنسبة للمدائح النبوية، هل كل شخص لازم يتمتع ببعض الصفات فيما يتعلق بصوته؟ هل الكل ممكن يغني المدائح النبوية ولا في أشخاص لازم يمتلكوا حنجرة معينة، يعني صفات قوية؟ والله أنا أميل إلى الرأي الذي يميل إليه قلبي، وهو أن كل مخلوق يجب أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وكل على قدر استعداده وهمته، فالله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق. يعني والجهلة من الناس يظنون أن الرزق هو محصور في الدولارات أو الريالات، لا أبدا. الرزق شامل وعام. ومن امتلك الصوت هذا رأس مال، ممتلك الجمال هذا رأس مال، ممتلك الكلمة هذا رأس مال. أي نعم. جميل. لكن طبعا تبقى الأناشيد أناشيد، يعني أنا في الأخير الشاعر بده يكتب شعر، المقدم بده يقدم. طبعا طبعا. أما المغني أو الفنان أو المؤدي لازم يتمتع في النهاية أتوقع بحنجرة معينة يتعلق بهذه الأغاني أو هذا النوع من الفن، لأنه محتاج قدرات خاصة. في قدرة معينة. أي نعم. محتاج قدرات خاصة. أنا أقول على ما قاله الموسيقيين الكبار الأوروبيين والعربيين، أن كل صوت إذا امتلك الموهبة فهو صوت يسمع. جميل. ويجب أن تستمع إلى الصوت 10 مرات، وأفضل مرة في هذه 10 مرات هذا هو الصوت الحقيقي لهذا الرجل. لا تكتفي أبدا بسماع شخص مرة واحدة كما يفعلون في المسابقات، يسمعونه مرة واحدة. لا، 10 مرات تستمع إلى الصوت. طيب. أفضل مرة في هذه 10 هذا هو الصوت الذي يمتلكه الإنسان. سمعناك مرة والثانية وهلأ الثالثة. حاضر. نشوف بنلحق 10 خلال الحلقة ولا لا، ولا نعمل حلقة تانية، مش عارف. هلأ بنعمل. هلأ شو ممكن نسمع؟ هلأ بنعمل له شوية تقييم. شوية ضغط. ناخذ أجمل ما عندنا ناخذ. إن شاء الله ربي يبارك فيكم. بسم الله الرحمن. Yeah.
مدحه الحبيب الحبيب العربي مدح النبي العربي العربي ديني ويقيني ومذهبي ديني ويقيني ومذهبي النبي العربي 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 مدح النبي العربي العربي ديني ويقيني ومذهبي ديني ويقيني ومذهبي النبي العربي الله 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 مدح الهادي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح الهادي العربي ديني ويقيني المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام روح النبي قلب النبي فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام روح النبي العربي 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 مدح الهادي العربي ديني ويقيني ومذهبي لسمات غواك لغارت وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم تهوى ليلة وتنام الليل مهما طل تهوى المولى وتنام الليل
نشر حديثك يطول عن الأرواح فتبتهج، وبوجه جمالك ما لدلال صفاتك نبتهج. نسمات هواك لها أرج، تحيا وتعيش بها البهج. الناس سوى قوم أحلى من المرة اللي قبلها. الله يبارك فيك. يعني هنوصل للعشرة نكون احنا خلصنا. الله يبارك فيك، طول لي عمرك حبيب قلبي. الحمد لله، هذا من فضلي ربي. إن شاء الله ربنا بديم هالصوت ودائما. يعني أعتذر من جمهوركم الكريم بسبب الوعكة الصحية. إن شاء الله يعني الحمد لله بالشفاء العاجل. إن شاء الله يبارك فيك. ألف سلامة عليك. كنت تكلمنا قبل قليل على موضوع الشعراء وأول الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما يتعلق بالمديح النبوي، شو أول مديح أنت حفظته؟ شو أول مديح أنت غنيته؟ أول مديح يا نور النبي. يا نور النبي، يعني هذا كان نشيد دارج في وقتنا، وهو أصله مصري، وحفظناه ونحن أطفال صغار، يعني أنا وأخي أسامة وعبد الناصر وأنا زكي. الوالد جاب يعني أفواج أسامة وعبد الناصر وزكي، بعدين عمار ومعتصم وباسم، بعدين عمر ونور الدين وهبة الله. طب شو رأيك نسمعه؟ نسمعه منك الآن؟ يعني رح ترجعنا للطفولة قديمة. يعني بس يعني لو أعطتنا فقط دقيقة واحدة منه. حاضر. حتى نقدر نختم على الستيج كمان. يا نور الهادي، يا نور الهادي، اللهم صل على طه الهادي. يا نور الهادي، يا نور الهادي، اللهم صل على طه الهادي. يا نور الهادي، يا نور الهادي، اللهم صل على طه الهادي. أبو بكر الصديق الله في الغار رفيع، الله أبو بكر الصديق الله في الغار رفيع، الله عمر بن الخطاب الله عبد الوهاب، الله أما عثمان الله جمع القرآن، أما عثمان الله جمع القرآن، وعلي صهر الهادي. اللهم
صل على سيدنا محمد. كيف خليني أخدم معك في هذا السؤال، كيف بتشوف نقلة هذه المدائح النبوية من المساجد وبعض الزوايا للمسارح وللعالم الخارجي؟ والله أنا أرى أن هذا ظاهرة صحية، وأشجع عليه وأشد على أيدي كل من يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف معه البعض أو توافق مع البعض، لكن أنا شخصيا أحب كل منشد لله ورسوله، وأشجع وأؤيد وأقول يعني حتى اللي صوته مو حلو يمدح سيدنا النبي بصير صوته حلو إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. خلي المايك في داك. نعم. وعلى المسرح إحنا خلينا نختم الحلقة بصوتك الحلو وبروعة أدائك. الله يبارك. مديح جديد، شو ممكن تسمعنا في ختام هذه الحلقة؟ والله بما أنك وقفت رح نقول شغلة شعبية كمان مصرية جميلة كتير، بس أنا حترك المسرح إليك. ما رح نخليك تقول معنا شي شغلة. لا لا أنا حترك المسرح كامل إليك، لأنه ما حيكون أجمل من أنه نختم هذه الحلقة مشاهدينا إن شاء الله بصوت الفنان الرائع زكي العسلي. الله يبارك فيك حبيب قلبي، كتير تشرفنا بحضورك معنا. أنا من كلماتي رح أهديكم هذا النشيد إن شاء الله. جميل جميل بإذن الله. ونحن بننتظر شو بدنا نسمع. يلا شكرا لك. الله يديمك. شكرا لأستضافتك الكريم ونراك إن شاء الله المتابعة بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله حملت برسول الله آمنة نامة الله حملت برسول الله والوالد عبد الله سعد برسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله أرضعت الغادي حليمة سعدية تلك كريمة أرضعت الغادي حليمة سعدية تلك كريمة أما كانت وحكيمة مرضعة رسول الله صلى الله على محمد صلى الله